مستشار نبيل صادق ظهر النهارده امر بحبس هشام عباس محافظ المنوفيه ورد عليه اعمال 4 أيام احتياطيا على ذمه التحيات اللي طول رماهم. النيابه امن الدوله العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام للنيابه باشروا التحقيق، قعدوا التحقيق بالظبط 24 ساعه متصله على قعدوا 24 ساعه من ظهر امس الاثنين حتى ظهر اليوم، جلسه التحقيق متصله. النيابه سمعت المحافظ المتهم في ارتكاب جريمة الطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما استندت النيابة إلى رجالي الأعمال متهمين تقديم رشوة لموظف عمومي. الرشوة دي أعتقد كانت 2 مليون جنيه. بس هو دي إشارة مهمة جدا أن الدولة بتتعامل مع الفساد. الكل امام القانون واحد، ومفيش حد فوق القانون، ومفيش توصف القانون. وهو ده محافظ في الحكومه بدرجه وزير، وكان يمكن حتى كان رايحين في نفس اليوم، يعني اتمسك النهارده، كان الرئيس رايح تاني يوم بيفتتح هناك مشروعات، كان يمكن يعني، لما مفيش الكلام ده مبقاش موجود في مصر ده. وده بس ده اذا كان مؤشر بمؤشر على ان الكل امام القانون سواسيه، وان الرقابه الاداريه لا بتعرف محافظ ولا بتعرف فلان ولا تعرف حاجة، هي بتعرف انك انت شريف او غير شريف، تعرف انك انت بريء او غير بريء، تعرف انك انت نظيف ولا مرتشي، ايه بس ده اللي تعرفه. وزي ما يكون عندها حاسة بيجيبوا المرتشين بيشبوه من على بعد 200 كيلو مثلا، يلا الحمد لله ده كله لصالحنا احنا.